مشاهدينا نحييكم من جديد، ما زلنا معكم نناقش قضية السناتر، ما يتعلق ببعض الطلبة في الكليات وهي ظاهرة منتشرة بيدرسوا في هذه السناتر. هل ده ظاهرة صحية ولا ده انعكاس لانهيار التعليم في مصر؟ هاخد بس بسرعة تليفونات الأستاذة ماجدة. أستاذة ماجدة اتفضلي. ايوه يا استاذ وائل، انا بتكلم عشان اقول لكم انتم متحاملين على الشباب. يعني الشباب لما يقعد على القهاوي او ما يساعدش اهله نبقى بنشتكي منهم، لما جم الشباب وبيشتغلوا نهاجمهم. السن ده اللي انا شايفاه قدامي بره كل الشباب بيشتغلوا. هتقولي مش بالضرورة في التدريس، هو ده اللي متاح قدامهم دلوقتي، انه يدي دروس خصوصية في السناتر. ايوه في السناتر. ومين اللي عمل السناتر؟ الاستاذ اللي تخلى عن دوره في الفصل. طبعا. ومين اللي خلى الاستاذ يتخلى عن دوره في الفصل؟ الدولة، الحكومة. طبعا صح. الاستاذ المال الكافي عشان يدرس عيالنا. يبقى المنظومة لازم تتغير، ما نهاجمش الشباب ارجوكم. طيب شكرا جدا. بشكرك استاذة ريهام، اتفضلي. سلام يا دكتور. استاذ وائل، اهلا بيك، اتفضلي. انا اخصائيه اجتماعيه في مجمع مدارس فيه 3000 طالب من مرحله رياض الاطفال لثالثه اعدادي. حضرتك الطلبه اللي حضرتك بتتكلم معاهم دلوقتي ان هم بيدوا دروس في السناتر، دول شخصيات محترمه، لان حضرتك دلوقتي لما شفت الدروس بتاعتهم هم بيقدموها وطريقه الشرح بتاعتهم، اظن كانت اكثر احتراما كتير جدا من المدرسين اللي معاهم كليه التربيه ومدرسين اكبر منهم في السن، وكانوا جايبين راقصات ومهرجانات في الدروس بتاعتهم. صح ولا انا غلطانه؟ صح. دي نقطه. النقطه الثانيه ان دولت ما استنوش، يعني ما شافوا البطاله اللي موجوده واشتغلوا، نشجعهم ولا نهاجمهم؟ ايوه انا ما عنديش مشكله، بس انا مش عايز اي حد يبقى معدي كده وعشان هو مش لاقي شغل فيقول لك انا مدرس في السناتر. انا عايز في معايير، لان تشكيل مهنه التدريس فيها هي مش تحفيز بس، مش داخل احفظ الناس، يعني عليها مهمه جدا. انا بشكل وعي ناشئ، يعني ان المدرسين الكبار في السن، المدرسين اللي في سن الاربعينات والمدرسين اللي هم اساتذه الدروس بقى واخدين الدروس، هم الكبار في الدروس، الاساتذه دولت بياخدوا اجازات مرضيه، حاجزين الدرجه الماليه بتاعتهم، ما فيش شباب يقدروا يدخلوا طبعا، لان ما فيش درجات ماليه، ما فيش تعيين شباب، لان الدرجات الماليه كلها محجوزه للناس اللي بيدوا دروس. بشكر استاذ محمد من الدقهليه، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذنا الفاضل، ده انهيار للاسف، يعني للاسف انهار التعليم في مصر. ازاي مش طالب في كليه، طالب في كليه ازاي يعطي درسا وهو ليس متخصصا؟ ده يا فندم ما ينفعش. وانا برجو من الاخوه المدرسين على كل مدرس ان هو يبتدي له في عمله. وانا بشكرك وشكرا جزيلا لكم. شكرا. استاذ رحاب من المنصوره، اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك. تحيه لحضرتك يا استاذ وائل. اهلا وسهلا. ولضيوفك الكرام اصحاب الخبره والشباب. الو معايا؟ اتفضلي، سامعك. هو انا مدرسه انجلش، مدرسه انجلش في المنصوره. وبقول حضرتك عن تجربة شخصية. أنا كنت بشتغل وأنا طالبة من سنة تالتة، وده فادني كتير جدا. أنا طبعا بقالي دلوقتي يجي 18 سنة بدرس، وده فادني كتير جدا. وأنا بصراحة بشجع الشباب لأن ده بيثقلهم وبيخليهم مرة في مرة بيبقى عندهم خبرة. بالظبط. تمام. وده ساعدني كتير، وده أحسن من إن هم يعملوا إيش. يعني الشباب دول بيبقوا في جامعه، بيروحوا الكليه وكده، بس بيبقى عندهم وقت فراغ. بيعملوا ايه؟ اذا كانوا مش هيشتغلوا، ده يا ريت اي حد صغير يساعد الايه؟ يعني حد كبير يساعد الاصغر منه، لان هم لو ما اشتغلوش وطلعوا الطاقه بتاعتهم في حاجات كويسه هيطلعوها في حاجات مش كويسه. فانا ايوه انا ما عنديش مشكله، بس انا اللي متحفظ عليه، بس انا مش عايز برضه تقولي ايه ده في ثانيه كليه طب وعنده وقت فراح يعمل عمليات. يعني في معايير يا جماعه ولا مفيش؟ في مقاييس ولا مفيش؟ في ضوابط ولا مفيش؟ لان انا بعتبر ان مهنه التدريس في منتهى الخطوره، من اهم المهن اللي بيتشكل
وعي التلاميذ فيها، خاصة خلاص السناتر بقت أصبحت بديلا للمدارس، التلاميذ قاعدين فيها يعني هو مش طول كده. اليوم فضل. هو أكيد الإنسان دون مش بيشتغل الشغلانة دي غير وهو مثلا كفء ليها أو حبيبها، لأن مش معقول هو طالب وهيشتغل في حاجة مش حبيبها. بشكرك أستاذ أحمد من الجيزة، تفضل. ازيك يا زوري؟ أهلا وسهلا، أهلا بيك. تحياتي لكل الضيوف، وأنا أتفق مع حضرتك إن طبعا إن كل حاجة لها معايير. أنا النهاردة ما ينفعش طالب في سنة أولى آداب أو تانية آداب ويدرس أي منهج هو هيدرسه، والأخت بتقول لك طاقة طاقة إيه اللي أنا أخلي طالب النهاردة في سنة أولى يدرس لطلبة، وزي ما حضرتك قلت يبقى أنا النهاردة أدي لطبيب أسنان في سنة أولى يجي يشوف أسنان ويدرس أسنان، بتاع الطب مش عارف يعمل إيه. يا جماعة المنظومة كل حاجة كان خلاص المشكلة اتحلت وكل الطلبة اشتغلوا والمدرسين يقعدوا في البيت. بشكرك. أستاذ خالد اتفضل. السلام عليكم أستاذ وائل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. بصوا، القول الفصل من وجهة نظر المتواضعة يا أستاذ وائل، احنا مش عايزين نتحامل عليهم يعني تحمل كبير. لا وخلص، مش أي تحمل عليهم يعني، حتى نحن طيب. نحمل الغير المسؤولية يعني إذا كان تمام فيه. بس أنا عايز أقول على نقطة، احنا بنتكلم عن المعايير وعن القواعد وعن مش عارف إيه، وفي الواقع ملهاش، ما بيبقاش لها تنفيذ على أرض الواقع. يعني مع احترامي للدكتور اللي بيتكلم عن كلام كبير أو كلام نظري، للأسف في حاجات كتيرة منهارة، انا مش عايز اتطرق لمواضيع تانية، لكن انا عايز اقول لك الفيصل في حاجه واحده دلوقتي. دول اللي بيدرسوا مثلا في سنتر ممكن يكون اكثر اقتصاديه، بيساعدوا اسر يعني، نبص لها من جانب تاني، لان هم مرتبطين بمنهج يعني. انا مش هقول تشكيل وعي انهم هيخربوا مثلا عقول الطلبه والتلاميذ وما الى ذلك، فانا ممكن اشجعهم على الاقل ممكن يكونوا شباب افضل من شباب تاني. وبعدين انتوا ما تتكسفوش لو بتكسبوا حتى، ما هو ده لو في مكسب، طالما مكسب بشرف واقل وبيساعد في نفس الوقت، ما تتكسفوش من النقطه دي، ده وجهه نظري. انا بشتغل مرشد سياحي، وتملي بقى اقل من شان المهنه اللي انا بفتخر بيها، هي برضو لها صله ببيت التدريس نفسه، فبلاش نقارن بين الطب وبين الدكتور اصل كذا، لا الجزئيه دي هو في مجالهم برضو، يمكن هم سنه ولا اتنين وهيبقوا مدرسين او كده. الفيصل، هل الناس بتفهم منهم؟ هل هم بيقدموا خدمه انسانيه حتى لو كان سنتر او مركز خيري زي ما بيقولوا؟ خلينا الدكتور اللي في النص كلمه اخيره ليه، حضرتك تحدثت طويلا جدا يعني وهجوم متبادل، ممكن نقف في منطقة وسط بينهم برضو، ما نهاجمهمش بالطريقة دي. حضرتك حاطط دبوس جميل جدا الملكة نفرتيتي، طب تقدر تقول لي معنى نفرتيتي ايه، او من انهي أسرة من الأسرات؟ طالما احنا بقى هنعمل اختبارات. 18 اخر الأسرة 18 جامعة المنيا اخر ايه؟ اخر الأسرة 18 يا فندم، مرات ايوه. معناها ايه نفرتيتي يا فندم؟ نعم، معناها ايه نفرتيتي؟ الجميلة تتهادى. تتهادى، طيب اهو تمام اهو، ما حضرتك مذاكر اهو. لا لا دكتور، دكتور معانا. بشكرك استاذ خالد. استاذه ايمان من القاهره اتفضلي. الو. ايوه استاذه ايمان اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ وائل؟ اهلا بيك، اتفضلي. احب بس اقول حاجه صغيره، انا ام الولدين وانا بذاكر لهم وانا معيش غير ثانويه عامه، فمعنى كده ان انا غير كفء ان اطلع ولادي كويسين الحمد لله بيجيبوا المساعده، مش بينجحوا يعني. طب ما انا اللي انا بعمله مساعده. الاب والام واللي بيساعدوا، انا هنا يا جماعه بتكلم، اصل انا بخشى من ايه؟ انا بس عايز اوضح لحضرتك حاجه، اصل انا بخشى حاجه الصوره صحيحه ليه؟ لا يعني انا دلوقتي كل الامهات او الابهات اللي يقدروا يذاكروا لاولادهم في لا لا عندك حاجه، بس السناتر قضيه مختلفه، هيقدم فينا بلاغ بكره. ضد من ادوار الاب والام. لا لا، وانا ضد حكايه بلاغ ومش بلاغ يعني، ده حاجه هي متجاوزه الحدود يعني. ده دور من ادوار الاب والام. انا بس بخشى يا استاذ ايمان ان يا استاذ وائل بعد اذن سيادتك، السناتر يعني بعد كده الاقي اي حد، فطالما ان انها خلاص بقت عزبه خاصه يعني للتعليم، استاذ وائل بديلا للمدارس يعني. من الامانه في اداء العمل، مش ان انا اكون متمكن من ادوات هذا العمل. الحمد لله متمكنين منه بعد اذنك. الحمد لله متمكنين من اليات التمكن دي، ان هو يعمل ايه؟ ان هو يعد نفسه لمزاوله هذا العمل، ينمي نفسه ويجهز نفسه بحيث يكون ان هو مؤهل لاداء هذا العمل. طيب. يتم اعداده ازاي؟ بالحصول على المؤهل. طيب. ناخد بس تليفون اخير وبعد ناخد تعليق الاعداد المناسب. استاذ محمد اتفضل. الو. ايوه استاذ محمد اتفضل. ايوه استاذ وائل، اهلا بيك اتفضل. اهلا بيك. هي المشكله انتم اللي بيناقشوها الناس اللي بتتصل وحضراتكم، هل هي مشكله اصلاح عمليه تعليميه ولا مشكله بطاله؟
ناس عايزه تشتغل وبس. احنا بنصلح، عايزين نصلح العمليات التعليميه، نصلح العمليات التعليميه، وانا مش عايز احل مشكله البطاله بان انا اقول عايزين نصلح دي، تعالوا اشتغلوا مدرسين يعني مفسدين. لا احنا عايزين نصلح العمليات التعليميه صح. وبعد اذن سيادتك برضه مش وبعد اذن سيادتك هل مفهوم البطاله ينطبق عليهم؟ المرحله الابتدائيه ما ينطبقش عليك، دي اساس العمليه التعليميه ما ينطبقش عليك ولا الدوله بتعدك بره. اسمعني لغايه الاخر بس، الراجل على التليفون يا جماعه، نسمعه بس، نسمعه يا جماعه. العمليات التعليميه المفروض هنا التعليم الابتدائي ناس كبار يدرسوا فيه، مش ناس تحفظ. ناس بتحفظ في السناتر يا استاذ وائل برضه سناتر. ما هو حلوا التعليم كده دلوقتي، ما هو التعليم كده سواء في المدارس، حلوا للتلاميذ دول 10 امتحانات الطالب هيقفل. وبعدين ترجع تاني تقول لي يوصل الطالب لثالثه سنة وتقول له المتر فيه كام جزء، ما يعرفش ايه الجزء، اسم الجزء ايه. يا استاذ وائل المفروض احنا عندنا هنا المنظومه التعليميه ماشيه غلط. طبعا لما بياخدوا تدريب مدرسين عندهم، لما بياخدوهم عشان يدربوهم، بيدربوهم مين؟ مدرسين تانيين برضه. يا استاذ وائل المفروض دكاتره اساتذه الجامعه هم اللي يدوا التدريبات دي، مش اي، مش كل من هب ودب دخل في العمليه التعليميه. حرام عليكم، ارحموا الطلبه. الطالب بيوصل ثالثه ثانوي وما بيعرفش يحسب. طيب بشكرك. طب